صباح النور وحياكم الله معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم شاي الضحى. واليوم عندنا كثير من الأمور والمواضيع المهمة، لكن بدايتنا إن شاء الله راح تكون مع الاختبارات. وقبل ما نتكلم عن هذه الفترة المهمة للطلبة وحتى أولياء الأمور، أصبح بالخير على زميلتي فاطمة. صباح النور وصباح جورد فاطمة. صباح النور، الحمد لله على السلامة. شلونك اليوم؟ أحسن الحمد لله. الحمد لله وايد أحسن، دعمي أشوفكم معاكم وأتواصل مع كل قاعد يتابعونا من خلال شاشة تلفزيون الكويت. اليوم حلقتنا إن شاء الله أيضا بتكون مميزة من خلال الفقرات ومن خلال الضيوف اللي بينورونا في الاستديو. وبداية الموضوع راح تكون انطلاقة مع الاختبارات. فعلا يعني أسماء هذه الفترة تكون فترة توتر بالنسبة حق الطلبة وأيضا أولياء الأمور اللي هيئون أبنائهم لهذه الفترة. صحيح فاطمة، لأن اختبارات منتصف العام الدراسي قربت وكثير من المراحل الدراسية عطلت علشان يدرسون الطلبة ويستعدون فاطمة لفترة الاختبارات، يكونون طبعا جاهزين لها أكثر. فعلا أسماء، هالفترة تعتبر من فترات اللي لازم الطلبة مع أولياء الأمور يركزون شوي، يبذلون مجهود علشان الوقت يعني يستغلونه يعني بالطريقة الصحيحة ويستثمرون هذا الوقت في أن هم يحصلون بالنهاية نتائج ترضيهم ولا يضغطون عليهم. ساعات ترى في يعني أولياء أمور شوي يضغطون على أبنائهم، موضوع المقارنة بين طفل وطفل وطالب وطالب. كل إنسان له قدراته الخاصة واستيعابه الخاص وشخصيته الخاصة، فإحنا نهيئ لهم الجو بس لازم يركزون يعني يوخرون شوي عن السوشيال ميديا والقصص اللي ما راح تخدمهم وتخدم مستقبلهم أيضا. طبعا أكيد فاطمة، يعني التركيز على الطلبة في هالفترة وايد مهم جدا. صح. يمكن الضغط لا يكون مثل ما قلتي فاطمة أنه مثلا بالمقارنة، لكن الضغط الدراسي مهم جدا بهذه الفترة. يعني في بعض الطلبة للأسف يستهترون أن الامتحان يعني ما باقي له كم يوم وهم لازم يكونون جاهزين، ما يذاكرون عدل، تلقينهم ينشغلون بأمور كثيرة، لكن لازم الأهل يوصونهم ويحرصون عليهم. أنا عندي أحسن شيء يسوونه يأخذون منهم تليفوناتهم، يأخذون منهم الأجهزة، وما يخلون عندهم ولا شيء. ترى هي فترة امتحانات جدا مهمة، لأن مجرد أنهم هم ينشغلون بهالأجهزة هذه تركيزهم راح يقل. هم لازم يكونون أول شيء فاهمين، لازم الأهل يكون في بينهم نقاش، يعني بنشيل الأجهزة لأنها تقلل من تركيزكم، أو هذه الفترة وايد مهمة لازم تركزون فيها. علشان شذي إحنا ما بنحرمكم منها على طول، لكن هالفترة هذه على الأقل لازم ما يمسك أي جهاز. فعلا يعني لازم يوخرون عنهم السوشيال ميديا والأجهزة الإلكترونية اللي دائما تأخذ من وقتهم. حتى التلفزيون مفروض يكون يعني ساعات معينة، ما يكون كله ضغط عليهم في الدراسة اللي ممكن الطالب ينفر من الموضوع هذا. لازم يكون عنده بريك خلال يومه حق الترفيه، والترفيه ترى مطلوب جدا يعني في روتين الإنسان في أنه هو يجدد نشاطه وطاقته. أيضا روتين الأكل أنا بالنسبة لي والتغذية في هذه الفترة وايد مهمة، يوخرون عن الأكل الدسم والمشروبات الغازية الفاست فود، لأن أحس الأكل الثقيل شوي يخلي الواحد كسول. صح. وحتى طريقة التفكير تكون مختلفة، غير لما نكثف الخضار الفواكه البروتين، أيضا الكربوهيدرات تكون لكن بالطريقة الصحية والكمية المعقولة أيضا. طبعا لما تكلمتي قلتي ان نخلي لهم وقت ترفيه وكذي، لاني انا يعني من امهات اللي وايد شديدين بالدراسه، فانا عندي الترفيه مو ضروري وقت الامتحانات، يصير عقب ما يخلص الدراسه. لا لان تبين اقول لك شيء، مجرد انك تعطين هذا الوقت، اوكي هو لازم يخلص مثلا كل اليوم كامل في جزئيات مثلا او فصول مقسمه، كم فصل ممكن تخلص، لازم يلتزم بالخطه الدراسيه، لازم يلتزم فيها. وبعدين عاد كيفه ينطلق الطالب يستانس، خلينا نقول ياخذ له وقت بريك، لكن بعد الامتحانات لا، عقب ما يخلص الدراسه، عقب ما يخلص عرفتي الشيء المهم. لان في بعضهم للاسف تلقينهم مثلا اوكي بعدين يقعدون يماطلون، تنادينهم خلاص ما حد يسمع باللعبه. عشان كذي لازم يركزون. لان فاطمه احنا قاعدين نتكلم عن هذا الموضوع، معانا مداخله هاتفيه مع الاستاذه نهى سليمان بن سلامه مديره ثانويه فارعه بنت ابي الصلت، راح تعرفنا اكثر على كثير من التفاصيل. صباح الخير استاذه وحياك الله معانا في هذا الاتصال من برنامج شاي الضحى. يا هلا مرحبا فيكم، هلا اختي فاطمه واختي اسماء، حياكم الله. وانا شاكرك لكم هذا الاتصال بحيث ان احنا نكون شويه نكون الجهه الداعمه لابنائنا وبناتنا الطلبه. صحيح صحيح، يعطيك الف عافيه استاذه. وفي البدايه ودنا نتكلم بالنسبه لاستعدادات الطلبه وايضا المدارس للاختبارات، ودنا نعرف شنو هي اهم الاستعدادات اللي قاعدين تقومون فيها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين. طبعا احنا استعداداتنا
كمدارس بدينا من بداية غياب الطالبات اللي هو فترة الحين تجهيز الاختبارات. نعم. احنا كمدرسة ما وقف دورنا، مستمر ان شاء الله. طبعا هذا ينطبق على جميع مدارس الكويت، ولله الحمد كلنا نتفق على آلية واحدة. نعم. ان الحين عندنا دروس تقوية لبناتنا وابنائنا الطلبة، دروس تقوية مكثفة من معلمات ومعلمين ذوات خبرة عالية. نعم. في فصول كثافتها قليلة من الطالبات، بحيث أنا أتيح لهذه الطالبة إنها لما تجيني عندها ببالها كذا سؤال، في أمور تكون غامضة عليها، تدرين ممكن يكون في فترة غيابها، في صح. أي ظرف من الظروف في بعض الأمور تجهلها. صح. فإحنا فتحنا فصول تقوية، أنا أتكلم أني أنا كثانوية دفاعة، من الساعة 8 للساعة 11 اليوم الواحد، في ثلاث ساعات مادة مكثفة فيها فترة بريك تقريبا 20 دقيقة. نعم. في معلمتين في الكلاس الواحد. نعم. فتحنا كذا فصل بحيث كثافة الفصل الواحد لا تزيد عن 10 طالبات. نعم. بالإضافة إلى فصول خاصة لصعوبات التعلم. نعم. هني أنا بهالطريقة شسوي، راح أحط أنا منهجية كاملة اختبارات قديمة، أحاول أن الطالب يوصل حق طريقة الاختبار. عارفين احنا عندنا بناتنا الجايين من الصف التاسع، الصف العاشر تعتبر عندهم شيء غموض كبير. صح. منهج المتوسط غير الثانوي، نظام الأسئلة مختلف، فاحنا نعطيهم نماذج قديمة ونبدي نحلها معاهم. نعم. مجهود الطالبات نفسهم. حلو. بإشراف المعلمات، هذا رقم واحد. رقم اثنين، فتحنا قنوات تقريبا على كلام حضرتكم ان احنا نوقف الأجهزة الإلكترونية. انا مو معاكم بهذه النقطة، ساعات الطالب. نعم. توصل المعلومة عن طريق الجهاز الإلكتروني أكثر من الكتاب. نعم. بس أستاذة نهى، يعني إحنا نقصد الأجهزة الإلكترونية أن يدخلون يعني في برامج ما راح تنفعهم في فترة. نعم. الاختبارات ممكن تشتت انتباههم في قصص، يعني إذا يستخدمون الأجهزة الإلكترونية بإطار التعليم والمذاكرة والمراجعة أكيد راح نكون معهم. بالضبط. فإحنا عشان كذي نبحنا الطالب يحب التلفون، فقمنا نزلنا في قناة التليجرام اختبارات إلكترونية. نعم. هذا الاختبار الإلكتروني عبارة عن سؤال ويجي الطالب يجاوب، وبالتالي تطلع معاه نتيجة الاختبار. ممتاز. وشنو الأسئلة اللي جاوبها بطريقة خاطئة وشنو. نعم. الإجابة الصحيحة. نعم. هذا نزلنا على التليجرام، نزلنا بعد على التليجرام نماذج من الاختبارات الأملية، هذا استعداد حق الطالبات حق الاختبارات الأملية، طبعا نزلناها الأسبوع اللي فات. نعم. والحمد لله لقيت جدوى كبيرة من طالباتنا، وبالإضافة الحين أوراق أمل ونماذج اختبارات شغالين معاهم على المجالين سواء بالمدرسة أو عن طريق الأجهزة. حلو. نعم، يعطيكم ألف عافية على هذه الجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلونها يعني، وقاعد تكثفون الدروس بالنسبة للطلبة. ودي أعرف أستاذة نهى، يعني من وجهة نظرك أهمية المراجعات قبل وقت الاختبارات بالنسبة للطلبة؟ هذه فيها شوية سالفة الاختبار والمراجعة. أنا دائما أقول حق بناتي الطالبات، درسي أول بأول. صح. لا تخلين شيء متراكم، لا تقلين تزحمين روحك قبل. نعم. الامتحان بيومين وتقولين بخلص منهج كامل، صعب بيصير. جداً. نعم. صعب جدا. ابدي من اول، حطي النقاط على قولتهم على الحروف، طلع اي ملخصات. نعم. امورك اللي اندهج فيها امور يوم الامتحان، هذا يوم ما اقرا فيه. انا دائما اقول حق بناتي، العقل سبحان الله وقت الامتحان قبل الامتحان بساعتين لا تعبينه، لانه يكون متعبي خالص. ولا يراجعون مثلا، ولا يراجعون المعلومات. تبي استرجاع المعلومات عن طريق الاسئله والاجابه، ليس بالقراءه. صح صح. نلغي الناحيه النظريه بالقراءه، يعني ما اطالع ورقه واقرا فيها. احنا نفتح بهالمجال، معلماتي موجودين في المدرسه من الساعه 7 الصبح، حاطين طاوله اسمها اسالني. هذه البنية تي بال كذا سؤال مفهمته قبل أدش امتحان. نعم. امتحاني ثمان الساعة 7 أبلاتي موجودين لكل مرحلة ولكل مادة موجودين، تسألها الله أنا مفهمة هذه مسألة، هذه غامضة عندي، هذا التعريف شلون. هني كمراجعة. نعم. ذهنية وليس قراءة. صحيح صحيح، يعني هذه فترة جدا مهمة، خصوصا وقت الصبح ممكن يطري على الطالب سؤال مو عارف إجابته، فحلو يكون في أحد قاعد إجابه من نقول المدرسات، لأنهم عارفين أكيد هالموضوع هذا أكثر. طيب أستاذ، يعني اليوم هي أيضا تهيئة الطلبة للاختبارات نفسيا، وطريقة خلينا نقول الاختبارات تكون شوية لازم مريحة بالنسبة لهم، فشلونكم مع هالجانب النفسي؟ هل مهتمين فعلا فيهم وخلينا نقول مهيئينهم أكثر للامتحان ما ينصدمون وقت الامتحان؟ لا طبعا احنا الاستعداد، طبعا انا دائما احاول ان انا يكون الاختبار المريح.
نعم. شلون طريقة الاختبار المريح؟ يعني أنا شوي بتكلم عن ثانوية صارعة بالذات. نعم. أنا منزل الحين بالإنستغرام ولا طالبة تجيب معها قلم، أبي البنية تيجي يدور قدام ما أدل آلات الحاسبة، أنا مجهزة لهم على كل طاولة. أساسنا يكون في بعتبرين في بنات يبون الأقلام المتعددة الألوان، الصوت يربك زميلاتها، فأنا ألغي هذا، الكوركتر ممنوع، فأنا أجهز على طاولة الطالبة قلم الرصاص، قلم حبر، مساحتها تيني بنية إدوار وإيد قدام. أهم شيء إنها تيني هي مستعدة نفسياً حق هذا الاختبار. طبعاً مجهزين لهم الأدراج، حاطين لهم العبارات التشجيعية، الفصول كلها عبارات تشجيعية، الشاشة الذكية على طول فيها أدعية، لائحة الغش ضرورية جداً. نعم. تدرين يعني تقرين أفكاري أستاذة نهى، ودي أتكلم عن هذا الموضوع وأحس وايد مهم موضوع الغش. فاستعداداتكم حق هذا الموضوع شلون تتصدون لحالات الغش اللي ممكن تكون في فترة الاختبارات اللي تنعكس سلبيا بصراحة على الطلبة اللي مجتهدين ومذاكرين؟ بالضبط. نعم. احنا هذه مشكلتنا خواتي، يعني الغش للأسف صار متعدد بأشكال عديدة، وسبحان الله المكتب أو الشركة اللي تنزل وسائل الغش تنزل مقابلها وسائل كشف الغش. يعني إحنا لما نروح نشوف شنو الطرق الغش الموجودة والأجهزة اللي تكشف هذا الغش، يعني نعم. إن شاء الله التجار مستفيدين بالأول والأخير. طالبتي، بنتي، عزيزتي، لابد أن تكون كل واحدة تعتمد على نفسها. طبعاً الغش طبعاً الغاء لشخصك ولمجهودك كله. صحيح. لما احنا نمسك طالبة في حالة غش خلال الفترة الدراسية، الفصل الدراسي الأول، تحرم من درجة الاختبار ومن الأعمال وتاخذ صفر، وإذا مكت بالفصل الدراسي الثاني تحرم من جميع المواد. نعم. أنا شحقة أنهي مستقبلي. صح. عشان صح. معلومة ممكن تكون موجودة ذهنياً عندي أفضل مني أنا أقشها. بالضبط. طبعاً إحنا كل الوسائل مكشوفة عندنا كإدارات مدرسية، كل الوسائل سواء ساعات الجالكسي والأبل، ساعات سواء طبعاً سالفة البراشيم هل صارت قديمة ما حد يتعامل معها، السماعات، كلها هذه عندنا إحنا أجهزة للكشف. نعم. نعم. أنا أحد من الناس شو أسوي؟ أحاول أكشف الأداة قبل تدخل بنية بالامتحان، أنا قاعد أحميها من شر نفسها، أفتشها تفتيش كامل طبعاً في أجهزة الكشف قبل ما تدخل الامتحان، بحيث لما تدخل الامتحان ما بيأربك الطالبة ولا أربك اللجنة إني أنا أكشفت. هذا قبل لا تدخل إلى لجنة الاختبار. نعم. وهذا شيء جداً مهم. نعم. جداً مهم، لأن البنية ما أقطع حبل أفكارها ولا أسبب حتى ربك داخل اللجنة. نعم. أفتش. نعم. وفي لجان موجودة وتدخل. نعم. مثل نعم. ما إحنا نأخذ النواحي الأمنية في المطار، هذه النواحي نعم. الأمنية للدراسة. يعطيكم العافية أستاذة نهى سليمان بن سلامة، مديرة ثانوية فارعة بنت أبي سطلت، شكرا لك على هذه المداخلة الهاتفية، يعطيك ألف عافية. وفعلا فاطمة يعني هذه فترة جدا مهمة، ومثل ما ذكرت الأستاذة يعني حلو أن الواحد يكون مذاكر لا يتبع هذه الطرق الغش. يعني أول شيء هذا شيء مو زين ولا هم من قيمنا خلينا نقول الإسلامية، فالواحد لازم ينتبه على هالشيء، هذا يبدأ الشيء من الصغر لكن يكبر معاه لما يصير كبير، فليش إحنا نسوي شيء هو من الأساس حرام. فعلا يعني نتمنى أن يكون كذي في توجيه أيضا من قبل أولياء الأمور لازم. بهذا الجانب أن يبتعدون ابتعاد نهائي يعني عن الغش. يمكن للأسف في بعض الطلبة يستسهلون الطريق، يعني بدل أنه هو يذاكر أو أنه يذاكر طول العام وتجتهد وتحصل النتيجة اللي تستحقها مقابل مجهودها يتجهون إلى هذا الاتجاه، لكن القانون موجود يوقف طبعا. حالات الغش. يعطيهم العافية بصراحة وزارة التربية، وأيضا أبنائنا الطلبة والطالبات هم محل ثقة دائما. راح نكمل إن شاء الله معاكم في فقراتنا في حلقة اليوم، خلكم معنا لا تبعدون. براءة اختراع جهاز يكشف عن كسور الأطفال دون الحاجة إلى أشعة، موضوع حديثنا القادم مع المهندسة المخترعة سارة برجيب. اكسسوارات من حجر الكهرب، موضوع حديثنا القادم مع المهندسة زينب شمو، هاوية حجر الكهرب. في كثير من المواهب الشبابية المتميزة المحتاجة أن احنا نسلط الضوء عليها. تابعونا من خلال برنامج شاي الضحى كل يوم أربعاء، نسلط الضوء على هذه المواهب.
رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. تعتبر كسور العظام من الأمور اللي جدا مؤلمة وخاصة للأطفال. ضيفتنا في هذه الفقرة حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في الجانب الطبي في معرض سيول، وذلك عن اختراعها الجهاز اللي يكشف عن كسور الأطفال دون الحاجة إلى أشعة. تفاصيل كثيرة راح نتعرف عليها تخص هذا الاختراع مع ضيفتنا، لكن قبلها خلينا نتابع معاكم هذا التقرير. كثيراً ما يتعرض المرء لحوادث بسيطة يمكن أن تنجم عنها كسور في مناطق مختلفة في الجسم، ويعرف الكسر على أنها الحالة التي يحدث فيها قطع في العظم، مما يؤدي إلى انقسام العظام إلى قسمين أو أكثر بحسب قوة الصدمة، حيث يشار إلى أن هذه الإصابة هي شائعة الحدوث للعديد من الأشخاص. ولعلاج هذه الكسور يتم جبرها باستخدام الجبس أو بالتدخل الجراحي، ويمكن الكشف عن الكسور إما بالفحص السريري من قبل الطبيب المعالج أو عن طريق الأشعة السينية. إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، راح نرحب بضيفتنا المهندسة سارة بورجيب مخترعة. صباح الخير. صباح النور، حياك الله معنا، منورتنا اليوم في شاي الضحى. وفي البداية نبارك لك المركز الأول من الميدالية الذهبية، يعني أكيد شعور الفوز كان جدا مختلف، ودي تكلمينا شوية عن شعورك. والله الحمد لله شعور جميل، أنا جدا مبسوطة أني قدرت أني أرفع اسم بلدي وبالنيابة عن فريقي. الحمد لله أني قدرت أفوز في المركز الأول في معرض سيول. الحمد لله. نعم. كان شعور جميل. ألف ألف مبروك على هذه الجائزة وتستاهلين، ودائما يعني السيدة الكويتية قادرة تحقق إنجازات في مجالات كثيرة. ودنا نتكلم عن الاختراع وعن الأشخاص اللي دعموك في هذا الجانب علشان توصلين إلى هذا المستوى. أكيد كل مجهود وإنجاز يحتاج لجهات تدعم هذا الموضوع. طبعا في البداية هو كان إنجاز أو ناتج عمل جماعي. طبعا احنا كنا جروب، أنا والدكتور علي حاجية والدكتور إبراهيم سلطان والمهندسة كوثر المجادي والمهندسة شموخ الفيلشاوي والمهندسة سارة العمران. احنا شكلنا فريق متكامل، كلنا أدى دوره. في البداية حصلنا على براءة الاختراع. طبعا بعد ما اشتغلنا في هذا البحث وهذا الديزاين وهذا المشروع، بفضل الله يعني كلن كان لدوره الكبير، يعني دكتور علي حاجية كان لدور كبير في براءة الاختراع، المهندسة شموخ الفيلشاوي كانت نائبة رئيس جمعية المهندسين للكهرباء، فكانت علاقاتها الاجتماعية كثيرة جدا وصلتنا إلى وايد ناس. دكتور إبراهيم سلطان متخصص في هذا المجال، وأكيد أدى كلن يعني أدى دوره. مهندسة كوثر المجادي ورغبتها الملحة أن إحنا نسوي شيء في الجانب الطبي. نعم. وكذلك المهندسة سارة العمران كانت ما شاء الله يعني جهودها كانت واضحة في هذا العمل الجماعي. نعم. وهذا نتاج الفريق، هذا نتاج الفريق. يعطيكم العافية الصراحة، لأنه فعلا حلو أن الواحد يحس بغيره من أفراد المجتمع، وخصوصا لما نتكلم عن الأطفال، يعني فئة جدا حساسة، حلو أن الواحد يسوي لهم اختراعات خلينا نقول تنقذ حياتهم وأيضا يجنبهم كثير من الآلام. صحيح. أنا ودي أتكلم أيضا أستاذة عن مشاركتك في معرض سيول، شو اللي أضاف لك هذا المعرض؟ والله مشاركتي في معرض سيول وسعت علاقاتي الاجتماعية، خلتني أتعرف على كثير من الشركات، كثير من المخترعين، صار في تبادل خبرات، تبادل أفكار بيني وبين جميع دول العالم. تقريبا عرفتني على ناس خليجيين مخترعين ما شاء الله عليهم، يعني أضافوا لي معلومات جميلة جدا وتشرفني معرفتهم. نعم. فالحمد لله يعني وايد أثرت في علاقاتي الاجتماعية وكذلك أفكاري. نعم. ومعلوماتي. يعني حلو أننا قاعد نشوف هذا التعاون علشان يطلع إنجاز باسم الكويت وهذا الاختراع المهم، خاصة في الجانب الطبي اللي يخدم يعني شريحة كبيرة من المجتمع. ودائما هذه الاختراعات يمكن قبل تسوي الاختراع أكيد في ناس كانوا يقولون مثلا أن شلون جهاز يعني يكشف عن الكسور، تكون فيه تساؤلات، لكن البرهان
على أرض الواقع دائما يكون من خلال الإنجاز ومن خلال تحقيق هذا الاختراع. أنا ودي أتكلم عن الجانب النسائي من وجهة نظرك ومن واقع خبرة أنت لمستيها من خلال مشاركاتك الكثيرة في هذا الجانب. إيش كثر السيدة الكويتية عندها إقبال على هذا المجال، مجال الاختراعات؟ السيدة الكويتية نتكلم بشكل عام إن هي لها إقبال في جميع المجالات في الحياة وليس فقط الاختراعات. هي المرأة نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، فأكيد لها دورها الكبير. هم ما شاء الله يعني عليهم كثير من البنات، كذلك الرجال. يعني أنا عندي الكون كله لنصف رجال ونساء وكلهم لهم دورهم أكيد، ويكملون بعض في أدوارهم. فأنا أشوف أن أكيد لهم دور في كل شيء، الحريم لهم دور في كل شيء، المرأة الكويتية وغير والغير كويتية كذلك. نعم. لهم دور في الإنتاج والإبداع. نعم. هي كمرأة عندها هذا الشعور والمسؤولية الكبيرة تجاه المجتمع، هي داخل بيتها ومملكتها، يمكن بيتها أن هي تحافظ على أسرتها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، هي امرأة في النهاية، فأيضا لها مسؤولية خارج المجتمع، وهذا شيء نفتخر فيه كون المرأة الكويتية قدرت أنها تشارك في هذه المعارض وأيضا تكون منجزة ومخترعة. بالنسبة لك أستاذة، يعني هذه الإنجازات وهذه الاختراعات إيش كثر خلينا نقول تعطيك هذا الدعم المعنوي بأنك أنت تستمرين في هذا المجال، خصوصا لما تلقين فيه تشجيع؟ صحيح، يعني أنا لما شفت إقبال الناس اللي كانوا معجبين في هذه الفكرة أو في هذا المجال يعطيك حافز إن أنت يعني على سبيل المثال الحين إحنا الاختراع اللي إحنا سويناه أو هذا المجهود اللي إحنا سويناه هذا جانب إنساني، هذا جانب يفيد البشرية. بالضبط. وبالتالي لما تشوفين الناس لهم رغبة شديدة في إن هم يشوفون هذا الجهاز على أرض الواقع يحوشك أنت كذلك كمهندسة أو كمخترعة أو كفريق عمل متكامل، أنت حابة أن أنت تطورين في هذه المجالات، دائما تحاولين تخدمين الناس نعم. والدعم نعم. أكيد. دائما نشوف مثل هذه الاختراعات العلمية والطبية يعني عالميا دائما يكون في لها حملات تسويقية ضخمة جدا لجذب المستثمرين. اختراعك وين المستثمرين عنا؟ إلى الآن إحنا تونا خذينا على براءة، تونا حصلنا على براءة الاختراع. نعم. يعني في شهر 10 إحنا حصلنا عليها. نعم. وأنا توني راجعة من السفر وتوني يعني تعرفت على المستثمرين. الله يسلمك عزيزتي. فإحنا الحين في هذه المرحلة. نعم. وبصدد البحث عن مستثمرين لتطوير هذا الجهاز وإيجاده إلى أرض الواقع. نعم، إحنا نحب المرأة في هذا الجانب لما تكون قوية وتتحدى وتتغلب على كثير من الصعوبات. أستاذة سارة، يعني شنو هي الصعوبات اللي واجهتك خصوصا في مثل هذه الاختراعات؟ لابد أن الواحد يمكن بعض الأفكار بعض الأمور اللي ما يكون قادر أنه يوصل لها. إحنا نقول الصعوبات عشان نشجع الناس أنه ترى حتى لو كان في صعوبات وعقبات يقدر الواحد يتجاوزها. أكيد أكيد، يعني في البداية يعني لا أخفيكم أمرا أن في البداية أن أنت لما تطلعين فكرة مثل هذه تبين تسوين قفزة نوعية في التكنولوجيا أكيد تواجهك صعوبات. شلون راح تطبقين هذه الفكرة؟ نعم. شلون راح يعني ورات يعني راح يصير في وايد أبحاث لازم يتم عملها. يعني أنا والفريق كلنا وايد تعبنا في البداية على أساس إن إحنا نسوي عملية البحث، شلون إن إحنا نقدر نطلع التقنية هذه بشكل دقيق. نعم. طبعا على نياتكم ترزقون. أكيد. الحمد لله رب العالمين. صحيح. يعني كانت نيتنا زينة. صحيح. كانت النية في البداية شيء إنساني لخدمة البشرية، ولله الحمد يعني بعد الصعوبات الواحد الله سبحانه وتعالى يفتح الطريق بوجه الإنسان. والحمد لله أيضا من خلال إصرارك في أنك تقدمين أفضل ما عندك للمجتمع وخدمة المجتمع. صحيح. ونبي نعرف نيتك الجاية شنو راح تكون إن شاء الله؟ والله في كثير من الأشياء اللي الواحد يعني يفكر أنه يسويها. طبعا أنا الحين حاليا أنا والفريق قاعد نركز شلون إن إحنا نطلع هذا الجهاز في إلى أرض الواقع ونكون لنا شركة مبدئيا علشان إن إحنا نطور فيه، وبعدها نقوم تطوير هذه التقنية. نعم. حلو. نعم أكيد تطويرها راح الواحد يقدر إنه هو يكتشف شنو هي الأخطاء والعيوب إنه هو يتفاداها أيضا. ممكن مع الوقت يعني إحنا وإحنا نفكر شلون نطور هذه الآلية وهذا الجهاز تطلع لك أفكار غيرها بالطريق. نعم. تشوفين إقبال الناس شنو. حلو. ممكن إن إحنا نفيدهم بمجال آخر. نعم. أنا بأخذ الحين الجانب التسويقي حق اختراعك، قولي لنا شو اللي يميز هذا الجهاز؟
اللي يميز هذا الجهاز عن أي جهاز ثاني لكشف كسور العظام إن أنت ما تحتاجين تروحين الطبيب لأخذ الكشف المبدئي في حالة وجود كسر أو عدم وجود كسر لعظم الأطفال. يعني مثل ما أنتم شايفين أي إصابة تحوش طفل خصوصاً في جانب الكسر إحنا طبعاً ما نعرف إذا كانت كسر ولا لا، فلابد الذهاب إلى المستشفى لكشف هذه الحالة. صح. إنما الحين هذه التقنية يعني الدنيا كلها قاعدة تتطور، فلازم نطور هذه هذا الجانب الطبي من يعني من ناحية كشف كسور العظام. حلو. فما تحتاجين إن أنت تروحين الطبيب لكشف لأخذ الكشف المبدئي. إذا كان في كسر أكيد لازم تروحين حق طبيب العظام علشان يشوف لك شنو نوع الكسر وين وشون يتم تشخيصه وعلاجه. ولكن بس بالبيت أتأكد إذا هو كسر ولا مو كسر. في البيت في الإسعافات الأولية في مدارس الأطفال ممكن يكون متواجد، فكذي راح يخدم الناس. حتى في الجانب الرياضي أنا أحس يعني في النوادي الرياضية راح يكون هذا الجهاز وايد مهم إذا تم تطويره. أكيد. نعم. أكيد. نعم أنا أحييكم الصراحة على هذا الاختراع، لأن فعلًا ممكن نواجه هذه الصعوبات والخوف وقلق وهلع عند الأمهات إنه ما أدري شنو صاير والياهل ما يعرف يشرح. فالواحد صراحة لازم يعرف شلون أنا أتعامل مع الطفل. شو اللي خلاكم تتوجهون حق هذه الفكرة يعني داخل المجتمع؟ هل يعني مرات يقولون الواحد الحاجة أم الاختراع؟ حد يمر بمواقف مرات يحط في باله ان انا لو في اختراع مثلا انا اقدر احل فيه هذه المشكله، فودي اتكلم عن هذا الجانب بالنسبه لك. احنا في البدايه لما كنا نبي نسوي مشروع تخرج، هو في بدايه كان مشروع تخرج، كنا طالبات. نعم. ما يعني ما تخرجنا للحين، ف كنا فريق ونبي نطلع بفكره قويه. يعني واحده من الفريق تقول لك ان ساره يعني مثلا مهندسه كوثر، ساره احنا نبي اختراع يكسر الدنيا. اي نعم. نبي شيء طبي. نعم. مثلا تجيك المهندسه شموخ تقول لك ان احنا نبي شيء مميز، دكتور علي ما شاء الله عليه يعني شلون اقول لك اياها وايد يحب شغله او يحب الطلبه اللي عنده يكونون في التوب ويكونون في احسن يعني يطلعون باحسن نتائج. نعم. فكذلك كذلك مهندسه ساره العمران يعني دائما نشيطه في عملها. فلما انا حاشتني الاصابه وكنت في المستشفى وقاعده افكر يعني نفس الفتره هذه انا كنت قاعده افكر احنا شلون نطلع يعني اختراع حلو. نعم. شلون نقدر نخدم البشريه. نعم. لما عرضت عليهم لما حاشتني انا الاصابه هذه وعرضت على الطالبات صديقاتي المهندسات حاليا اسفه. نعم. عرضت عليهم وعرضت على دكتور علي ودكتور ابراهيم جدا اعجبوا بالفكره. حلو. وقالوا ان بالعكس هذه تقنيه اذا احنا سويناها واذا اشتغلنا عليها راح تسوي قفزه نوعيه في العالم. طبعا. فالحمد لله. الحمد لله. يعني جهاز ما راح يستغني عنه ولا شخص، لازم الجهاز هذا يكون موجود في كل بيت ان شاء الله اذا يعني تم تصنيعه في النوادي الرياضيه مثل ما ذكرنا، في المدارس مع الاسعافات الاوليه. الجهاز راح يكون له اهميه كبيره اتوقع، وهذا شيء اكيد ان شاء الله، ويكون نتاج الكويت. طبعا هذا الاهم. نعم. الحمد لله هذا شيء ثاني يضاف الى ان النجاح اذا باذن الله سبحانه وتعالى اذا نجح هذا الجهاز. نعم. وتم تسويقه راح يكون تسويق عالمي. نعم. صحيح. والدنيا كلها راح تعرف ان هذا منتج كويتي. نعم. طبعا صنع في الكويت. صنع في الكويت. نعم. وان لم يكن تصنيعه يعني كشركات مصنعه ممكن راح تكون في خارج الكويت. نعم. لكن الفكرة. طريقه التصنيع شنو ممكن ان احنا نسوي هذا كله كويتي. نعم. وكل الفريق اللي تشارك في هذا الاختراع هو فريق كويتي. نعم. نفتخر فيكم، موفقين ان شاء الله، إن شاء الله. انتو كل الجروب اللي معات وان شاء الله يشوف هذا الجهاز النور ونشوفه يعني بالسوق يعني باقرب وقت ممكن باذن الله. شكرا لك المهندسه ساره، نورتينا. الله يسلمك. ما يتكسر. يعطيك الف عافيه. وراح ننتقل معاكم مشاهدينا من الاختراعات والانجازات نروح الى فقره المواهب الشبابيه النسائيه مع زميلتنا هديل المسيلين، تابعوها. صباح الخير مشاهدينا، حياكم الله في فقرتنا، فقرة المواهب اللي عودناكم كل أسبوع عندنا موهبة جديدة متميزة. الأسبوع هذا معانا منيرة الحشاش، أول حكم كويتية بالكويت. خلكم ويانا. رجعنا مشاهدينا ومع ضيفتنا منيرة الحشاش، أول حكم كويتية. منيرة أحب أرحب فيك ويا ريت تكلمينا عن تجربتك. يعني كنتي بالبداية لاعبة كرة سلة، بعدين انتقلتي للتحكيم، شنو اللي فرق معاك بين كونك لاعبة
وكونك حكم، وشون استفدتي من ما بين خبرتك السابقة كلاعبة؟ أول شيء هلا مرحبا فيك. طبعا أنا كنت لاعبة منتخب الكويتي لكرة السلة من 2008، شاركت معهم بطولات وايد مثل بطولة الخليج، بطولة العربية، رحنا معسكرات وايد، وعقب 2016 دخلت مجال التحكيم ووايد حبيت هذا المجال والحمد لله الله موفقني. تذكرين أول تجربة لك كحكم من بعد ما يعني اتخذت الخطوة هذه؟ نعم، أنا طبعا من 2016 أخذت الشهادة وحكمت في الاتحاد الكويتي لكرة السلة. كانت مبارياتي من أول شيء كانت مباريات للناشئين تحت 13 سنة، الحمد لله ثبت نفسي، صعدون لي تحت 15 لي 17، حكمت نهائيات 19 ونهائي درجة أولى. شلون كان دعم أهلك لك لما قلت لهم أنا قررت أنتقل من لاعبة إلى حكم؟ طبعا أهلي هم عائلة رياضية، احنا عائلة رياضية ووايد يشجعوني وداعميني يعني بشكل قوي حق المجال هذا، والحمد لله يعني ألاقي دعم من أهلي، من يعني من رفيجاتي، من وايد ناس، فهم اللي شجعوني وخلوني إن أنا أستمر في التحكيم وفي لعبة كرة السلة. حاليا أنت راح تشاركين كحكم في البطولة الخليجية النسائية السادسة اللي راح تقام. نعم. فشنو شعورك كونها أول بطولة خليجية راح تشاركين فيها؟ والله هذا طموحي، انا يعني من اول ما دشيت مجال التحكيم انا حابه اني احكم حق بطولات الخليج واحكم ان شاء الله حق بطولات اسيا وبطولات برا اذا اخذت ان شاء الله اشاره دوليه. اثناء كونك لاعبه متى قررتي تتخذين الخطوه انك تكونين حكم؟ قلت لك انا كنت لاعبه من 2008 لشاركت اخر بطوله كانت بطوله الخليج هني بالكويت وخذينا المركز الثالث، من عقبها صارت في ظروف فتحولت من لاعبة لحكم، قلت أشوف نفسي فيه يعني ما في حكمات كويتيات، فقلت أنا خلا أدش هالمجال أبرز نفسي فيه. شلون تشوفين ردة فعل المجتمع أو ردة فعل أهلك كونك أول حكم كويتي لكرة السلة؟ يعني حسيت إنه بالبداية كان في استغراب أو يعني خذوا وقت على ما تعودوا كون في حكم نسائي موجود على أرض الملعب؟ هو طبعا يعني المدربين من الفرق كانوا مستنكرين ان كحكمه ان من فئه النساء، بس الحمد لله شوي شوي تقبلوا الوضع والحمد لله احنا هم قاموا يطلبوني ان احكم لهم. شنو اول او يعني شنو الصعوبات اللي قاعد تواجهينها او واجهتيها كونك اول حكم؟ الصعوبات اللي واجهتها يعني كانوا وايد ينتقدون كان انا عنصر نسائي، بس يعني الحمد لله كانوا الاتحاد معي ورئيس اللجنة كان معي ودعمني، وحتى الحكام الشباب اللي معي هم اللي دعموني والحمد لله كملت فيها وطلع اسمي وقاعد أكمل فيها الحمد لله يعني الله موفقني. في مثلا هدف معين حابة توصلين لبعد ما صرتي حكم؟ والله الهدف أني أنا دخلت مجال التحكيم عشان أخذ الشارة الدولية، طبعا أنا السنة اللي طافت خليت أفضل حكم في الاتحاد والسنة اللي قبلها هم خذيت أفضل حكم صاعد الحمد لله، وأنا حابة أني أنا أخذ إن شاء الله شارة دولية. أنا العام خذيت ترقيت لدرجة أولى مرشحة دوليا، إن شاء الله بس يفتحون المجال أني أترشح دوليا راح يدزوني الاتحاد، وهذا الهدف وطموح اللي أنا أوصل له. في كلمة أو رسالة تحبي توجهينها لأهلك اللي دعموك أو مثلا كلمة تحبي توجهينها للمجتمع بشكل عام عن تجربتك كونك انتقلتي من يعني لاعبة كرة سلة وكسرتي حاجز إن ما في حكم كويتيات؟ طبعا أول شيء أشكركم على الدعوة هذه وأشكر كل من ساندني ووقف معي لما الحمد لله المرحلة اللي أنا وصلت الحين، وأتمنى من كل البنات اللي حابين يعني يدشون مجال التحكيم أو مجال اللعب سواء كرة السلة أو غير كرة السلة، بالعكس احنا نرفع اسم بديرتنا بالمحافل اللي راح تكون هنا مثلا بالكويت أو خارج الكويت. في كلمة موجهة تحبين توجهينها لكل من انتقدك على اتخاذ هذه الفكرة؟ مشكورين وما قصرتوا. يعني انت الحين اشوف صار عندك ثقة بنفسك اكثر من بعد ما قدرتي تكسرين هذا الحاجز، الحين شنو نظرتك لنفسك كحكم؟ شلون قاعد تطورين من نفسك؟ شلون قاعد تعدلين من ادائك او يعني تحاولين تكونين دائما عادله في التحكيم؟ في كل مباراه انا احط لي كاميرا اصور المباراه كامله وارد البيت اسال الحكم الدولي محمد العميري، اقول له مثلا انا شنو الاخطاء اللي سويتها، هو يعلمني وهو يكلمني وانا احاول للمباراه الثانيه احاول اعدل من الاخطاء،
واحاول اعدل من نفسي، ومع هذا اشوف مباريات حق اليوروليج حق البنات والفيبا، وادش على موقع الفيبا اشوف شنو القانون اللي قاعد يتغير بين كل كم شهر، هم ينزلون قوانين جديده، فانا اكون ابديتد مع القوانين. يعني في نصيحه معينه تحبين توجهينها للبنات اللي حابين ياخذون نفس الخطه؟ اي بالعكس، انا اشجع البنات اللي حابين الرياضه بشكل عام، سواء كانت تحكيم سله او كانت قدم او كانت ايا كان. بالعكس مثل ما قلت لك، يعني انه احنا حابين إن نرفع علم الكويت في المحافل هني اللي بالكويت او خارج الكويت. يعني بالعكس هذا شرف لي اني انا احمل اسم ديرتي. نيره يعطيك العافيه على تواجدك ويانا، ونتمنى لك التوفيق في مسيرتك، ودائما راح تتركين هذه البصمه كونك كنتي اول حكم كويتيه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. مشاهدينا وصلنا الى ختام هذه الفقره، نتمنى ان نالت على اعجابكم. نرجع الحين للاستديو مع زميلاتي من شاي الضحى. ما شاء الله يوم عن يوم قاعدين نفتخر بالمرأة الكويتية في كل الجوانب. فاطمة ما شاء الله عليها دائما عندها هوايات كثيرة وكل تطور من نفسها، يعني ما تلقين المرأة عند حد معين، دائما فعلا تشوفينها متطورة في كل الجوانب ومهتمة بالتفاصيل. فعلا يعني علشان المرأة يعني عندها هذا الجانب وموهبة سبحان الله بالفطرة ان هي تدقق في كثير من الامور بتفاصيل وترتب الامور بطريقة يعني جمالية. نعم. يهمها الجمال وعندها شغف في جوانب كثيرة. أكيد دائما نقول لأن كل شخص عنده هواية يحب يطورها، ولكن إذا كان له شغف كبير فيها فإنه هو يقدر يبدع فيها، مثل ضيفتنا القادمة هاوية بحجر الكهرمان أو ما نسميه بحجر الكهرب، وقدرت تكسر كل القواعد. لأن دائما يمكن نسمع بأن هذه الهواية خصوصا لما نسمع بهذا الحجر نقول على طول المسابيح وهي محتكرة للرجال، لكن المرأة اليوم ما شاء الله بذوقها وإبداعها ادخلت في كل المجالات. المزيد من التفاصيل مع ضيفتنا، لكن خلونا نشوف هذا التقرير ولنا عودة. الكهرمان أو ما يسمى بالكهرب باللهجة الكويتية هو عبارة عن مواد عضوية نباتية تحجرت ومن ثم تشكلت منذ آلاف السنين من أشجار صنوبرية منقرضة، ولا تعتبر أحجار الكهرمان من الأحجار الكريمة المعدنية التقليدية، حيث أنها تكونت من مواد عضوية وهي تعتبر ذات قيمة كبيرة أيضاً كالأحجار الكريمة الأخرى. يمتاز الكهرمان بكونه هش بالرغم من أنه متحجر من آلاف السنين، ويمتاز بأنه يبعث رائحة الصنوبر عندما يتم إحراقه أو بمجرد فركه باليدين. أما عن ألوان الكهرمان فهي تتخلد اللون الأصفر الذهبي واللون الأصفر الداكن المائل للبني واللون الأسود أيضاً، وهناك أنواع نادرة تتخذ اللون الأزرق والأخضر. رجعنا معكم مع ضيفتنا اللي تعشق حجر الكهرب المهندسة زينب شموح. حياك الله معنا. الله يحييك، نورتنا فيكم. نورك حبيبتي. دائما انا يعني اذا بتحاور معي ضيف يعني احرص اني اتواصل معه يعني بالعين، بس اليوم بصراحه الكهرب والاكسسوارات الموجوده والتصاميم الحلوه عندنا في الاستديو قاعد دائما تسرق نظراتي لها. ودنا نتكلم في البدايه عن بداياتك مع هذا الحجر. ايش معنى الكهرب؟ شوف، الكهرب له مميزات غير عن باقي الاحجار، مميزاتها كثيره. يعني بالبدايه خلينا نتكلم عن مميزاته كماديات، يعتبر استثماري نفس الذهب، يسمونه زينة وخزينة. بالنسبة حق الصحة لا فوائد لا تعد ولا تحصى. أول شيء مفيد حق الأطفال، خلينا نتكلم على الأطفال كبداية، يخفف آلام التسنين اللثة. بالنسبة حق الكبار يعني يخفف آلام المفاصل، يبعد الطاقة السلبية حولها إلى إيجابية، الصداع يقلل التوتر، حق حتى مشاكل الكبد وايد يعني هو يعتبر مثل مضاد حيوي حق الانسان بس طبيعي. نعم، لما نتجه للطبيعه نشوف فيها كثير من الامور اللي ممكن احنا نستفيد منها. صح. لكن مرات ما نستفيد منها بالشكل الصحيح. ما شاء الله عليك حبيتي هذا الحجر وابدعتي تميزتي فيه، شو اللي جذبك لهذا الحجر تحديدا؟ هل غير الفوائد اللي موجوده فيه لابد ان يكون في تاريخ خلينا نقول عائلي؟ صحيح. لهذه الهوايه. صحيح.
شوفي أنا حبيت أستغل هذا الشيء إنه ما يكون محتكر فقط على الرجال. نعم. فبدل ما بس الرجال يستفيدوا من فايد الكهرب ويتزينون فيه، حتى إحنا لنا حق بهالشيء. نعم. فبالبداية بلش كنت أشوف أبوي صراحة يقعد يفرش هالمسابيح ويسولف عنهم ويقول لنا، يعني يتكلم عن فوائدهم وقيمة الكهرب اللي أغلب الناس جاهلين قيمة الكهرب. فصار فيني فضول وشغف، حبيت أن أكتشف أكثر وأدش بهالمهنة أكثر وأبحث، وبالعكس أبوي شجعني وعلمني. نعم. تحياتنا للوالد ربي حفظه. هو يعني أنا لاحظت حتى تحت الهواء واضح أنه هو من الناس اللي حيل داعمينك أنك تدخلين في هذا المجال، وأيضا والدتك اللي متواجدة اليوم معنا في الاستديو خلف الكواليس تحياتنا لها. حلو هذا الحرص والتشجيع، يعني إيش كثر يعني لك هذا الشيء أنت شخصيا لما تشوفين في دعم كبير من الأسرة حقك؟ الصراحة أول شيء يعني هذا الدعم، يعني مو أي شخص عنده هذا السبورت، فاستغليت هذا الدعم وبالعكس الموضوع وايد شجعني وطور مني بطريقة رهيبة، والحمد لله يعني الحمد لله على هذا التشجيع. وأحب أشكر أبوي على الدعم المعنوي والمادي، وأشكر والدتي على حضورها. ربي يحفظهم إن شاء الله ويطول بعمرهم ويخليهم نج دائما، لأنه فعلا حلو هذا الدعم، الواحد يكون فخور بأسرته. أيضا إحنا نقول يعني حتى في البداية كنا نتكلم أستاذ أن يعني هذا الحجر تحديدا الكهرب يعني أكثر شيء نشوفه بالمسابيح، لكن إيش قدرتي خلينا نقول تدخلينه بطريقة ثانية وتجذبين النساء له. فودي أتكلم شوية عن الإكسسوارات اللي قدرتي أنت تصممينها، ما شاء الله راقية وشيء وايد حلو. شكرا. شوفي هو بالبداية أنا دشيت كمجال مسابيح، بس بعدين قلت خل أستغل هذا الشيء يعني وأعرف أكثر على النساء، أثقفهم، لأن الكهرب له فوائد كبيرة وجميل وزينة، يعني حالة حال الذهب، حالة حال الألماس، فليش إنه حرام يكون مظلوم يعني عند الفئة النسائية. نعم. سافرت برا، رحت بولندا تحديدا. نعم. اتفقت مع مصانع ومع مصممات مجوهرات وإكسسوارات. نعم. وصممت هذه يعني الإكسسوارات حق النساء على أساس إنه ينتقونها. نعم. حلو إنك دخلتي هذا المجال واخترتي حجر مميز، يعني حتى في لونه وشكله يعطي شيء. أنا هالفترة وايد صاير أحب اللون الأصفر، فسحرني اللون هالفترة، وقاعد نلاحظ إنه أكثر المجوهرات فيها أحجار، ولكن دائما الأحجار تكون محصورة في ألوان معينة وأحجار معينة. أحس إنك يعني كسرت القاعدة في اختيارك الكهرب. إيش كثر في إقبال من السيدات في إنه يقتنون مجوهرات تكون فيها حجر الكهرب؟ شوفي بالبداية أنا كنت متخوفة من هذه النقطة. قبل لا أبلش كان في بالي اعتقدت أن في وايد ناس جاهلين موضوع الكهرب وفوائده وجماليته، بس لما دخلت وعرفت على نفسي شفت إقبال كبير رهيب، وهذا الشيء شجعني أكثر أن أنا أبدع وأصمم ويب كميات أكبر حق النساء وايد صراحة من جميع دول الخليج، تحديدا بالكويت وقطر والسعودية. شفت إنه والله بنات حابين يثقفون، عجبتهم هالتصميمات والإكسسوارات وتدريجات الألوان مثل ما تشوفين الصفار والبياض اللي بالكهرب. نعم. والشفافية اللي نعم. فيها عندهم يعني خلينا نقول شغف انهم فعلا يكتشفون هذا الجانب. يعني يمكن كثير من الدول اللي سبقتنا واكيد عندها هذه الثقافه خصوصا بهذا الحجر وباوروبا وغيرها من الدول، لكن احنا ايضا عندنا هذه الثقافه العاليه، لكن نحتاج يمكن من ينتبه لنا انه هو يصمم شيء خاص. صح. للسيدات. ودي اتكلم عن طريقه اختيارك الحجر نفسه، وهل في مواصفات معينه لما تين تنتقين هذا الحجر؟ ايضا يعني هو له مواصفات حلوه لكن ايضا اختياره يبدقه. شوفي أنا بالبداية نتكلم بالنسبة حق المسابيح اللي حاليا دارجة بالسوق، بعيدا شوي على الإكسسوارات. بالنسبة حق المسابيح حاليا إحنا قاعد يعني في أحجار صغيرة تتسمى بمسمى ناجتس، هذي الموجود منهم كميات كبيرة أطنان بالمصانع، فيعني نفرزهم ونحاول إن إحنا نطلع مصباح بشكل مرتب سيمتري متناسق. بس بالنسبة حق الإكسسوارات أهم شيء تدريج الألوان. صح. يعني ممكن من حجر واحد أكثر من حجر، يعني يعتمد. إحنا بموضوع الإكسسوارات ما نركز وايد ندقق على كواليتي الحجر أو نوعه أو لونه، اللي يطلع معانا نحاول إن إحنا شكله بطريقة حلوة ممكن إن هي تعجب الناس. يعني أنا قاعدة ألاحظ من يعني الإكسسوارات المسابيح الموجودة عندنا
في هذه قلادة اللي هنا، بس راح استأذن المخرج بقوم بجيبها. أحسها مختلفة هي عن تقريبا عن كل اللي موجودين، فيها تفاصيل أكثر. صح، هذه كلها من حجر الكهرب. اي كلها كهرب. نعم، وايد وايد حلوة. شو اللي يميزها وشون الألوان تكون مختلفة بهالشكل هذا؟ ودي شوية تشرحي لنا. هو شوفي الحجر هي عدة ألوان، يعني هو مو لون واحد. شوفي مثلا اللون اللي جاي على محمر، على بنيات، صفار، بياض، هو كل ما زاد عمر الكهرب يعني خاصة حق الأصفر يمسك لون أكثر، تزيد صفارة أو يشط البياض عنده. نعم، وايد مميزة بصراحة. شلون أنا ممكن أميز ما بين الحجر الطبيعي والحجر الغير طبيعي؟ شوفي بالنسبة حق هذا الموضوع يحتاج خبرة عريقة وكبيرة جدا، لازم خبير يعني بالموضوع، خبير بالموضوع، لأنه ممكن تنغشين وبسهولة. بس فمن كذي أهم شيء موضوع الثقة. أنا اللي مونسني إن الحمد لله الناس تثق فيني، عارفة المصدر من وين، يثقون بشغلنا، والحمد لله أبوي عريق في هذا المجال. فهذا بعد أعطاني دافع أكثر. صح، شجعني وخلى في بيني تواصل كبير وكونكشن بالثقة بيني وبين زبائني الحمد لله. صراحة يعني خلني أقول الوالد ربي يحفظه ويطول عمره إنسان جدا ذكي، لأنه هو مختص في هذه الهواية وعنده المجال الكبير، لكن دخل بنته معانا إن هني راح تجذب الذوق النسائي. فأنا أشوفه شيء وايد صحيح. إحنا لما نروح أوروبا ونعرض يعني نروح معارضهم حق الكهرب، تستغربين أن النساء هناك الفاميلي كلها، العائلة، الأبو مع بناته، كلهم هاويين للكهرب. نعم. يعني يبيعون ويوقفون، خاصة من الصين عندك وايد، حتى فئة كبيرة من هناك. فهذا الموضوع هو اللي أعطاني البوش والدافع الأقوى. شفت أن الأبو بنته، الأبو يعني الزوج وزوجته، فقلت ليش لا ما أنا أتجه حق هذا الهواية. نعم. جدا راقية صراحة، مجال حلو، والحمد لله كان عندي الفرصة. فرصتي كانت جميلة أن أبوي كان بظهري. نعم. أكيد كان في بعض الصعوبات، مثل ما في إيجابيات في هذا المجال أكيد في صعوبات. فشنو الصعوبات اللي واجهتك من أول ما بلشتي في هذا المجال؟ شوفي للأمانة في شيء واحد كنت بس متخوفة منه، أن شلون كنت بعرف نفسي حق الفئة الرجالية، لأن أنت عارفة المسابيح أسعارها كبيرة رهيبة. طبعاً. أنت قاعد تكلمي عن آلاف مؤلفة. صح. أغلى مسباح شفتي أو سمعتي أنه انباع بكم؟ 16,000، 15,000، وفي أكثر يعني. طبعاً الرجال يعتزون في المسابيح. صحيح، هو مثل براند يفتخرون فيه. صحيح. فبالبداية في شغلة واحدة كنت متخوفة منها، شلون كنت بعرف على نفسي بهذا المجال. أنت عارفة يعني بالنسبة حق الرجال شيء غريب إن بنت تدخل في مجال المسابيح، وشلون أبني هذه الثقة وأعززها. صح، بيني وبين زبائني. فالشيء اللي الصراحة خدمني بهالموضوع وشجعني وعرف الناس بطريقة أسهل اسم أبوي. نعم، حملت اسم أبوي، فهم عارفين أن أبوي عريق في هذا المجال وكبير في هذا المجال ولا خبرة كبيرة وسنين طويلة. فالحمد لله الناس عرفت المصدر الأصلي، فحبوا هم أنهم يشجعوني. حلو. ويشترون مني وبس. نعم، الله يوفقك إن شاء الله. واللي موجود عندنا بالاستديو أكيد يعني هذا الحجر بحد ذاته له قيمة كبيرة وفوائد كثيرة، والتصاميم الموجودة عندنا هنا ياريت شوية تتكلمين عنها وتشرحين لنا إياها. شو الأقرب لقلبك منها واللي تحسين أن المرأة تميل له أكثر؟ شوفي هم كلهم أنا أعتز فيهم، هذيلي يعني مقتنياتي الخاصة. بس أنا بالنسبة لي يعني تبين كمصباح ولا كأكسسوار؟ خلينا نتكلم كأكسسوار أول. كأكسسوار والله كلهم أحبهم، بس للأمانة ممكن أوريك. تفضلي. يعني هذه اللي أنا وايد أحبها. وايد حلوة، حتى لون الكهرب فيها مختلف. يعني شوفي حتى سويت منها تصميمين، واحدة بحجم أكبر واحدة بحجم أصغر. حلو. والله كلهم عزيزين على قلبي، وأنا الكهرب أقدس هذا الشيء وأعتز فيه وأعرف قيمته عدل، وهو زينة وخزينة. وهذا المصباح كان أول للرجال، الحين صار حتى للمرأة. صحيح. هل ينافس الكهرب يعني الذهب؟ يعني مثلا وقت البيع، مثلا الحين أنا شريت هالقلادة هذه عجبتني، بس مالتك ما راح أقدر أخذها عليك. ما شاء الله وايد حلوة، قاعدة تشوف حتى هناك على الكاميرا. سهلينها حبيبتي، تسلمين كل الذوق، عليك بالعافية. انت بعد شغلك هذا وتعبت، واكيد كل واحد يقتني شيء يكون كذي فيه ارتباط بينه وبين الشغله هذه. ارتباط روحي بالضبط. لكن احيانا ممكن الواحد يفكر يبيع مثلا. صحيح. الشغله اللي عنده، فهل الكهرب ينافس الذهب في هذا الجانب لما ابيع يظل سعره فيه؟ هذا الموضوع اللي انا احب اتطرق له، والحمد لله انك فتحتي هالموضوع معي، لانه وايد تساؤلات خاصه حق البنات، مثل ما انت عارفه ثقافه جديده عليهم.
شوفي الكهرب ينباع بالجرام نفس الذهب، وانا بالنسبه لي اشوف انه سعره يزيد مع الوقت، كل ما مسك لون عتج اكثر اخذ لون فسعره يرتفع. علشان كذي دائما المصباح بيد الرجال خصوصا اذا كان من حجر الكهرب ما يهد من ايده، لان كل ما يستهلك يتبدل لون. في بعضهم هم يخزنون في طريقه معينه للتخزين. نعم. على اساس انه ياخذ لون ويزيد له في السعر. استثماري صحيح. انا اقول موضوع الكهرب موضوع استثماري للمدى البعيد. نعم. فهذا الشيء الناس لازم تثقف فيه وتفهم انه هو ينافس الذهب. نعم. انا برايي. نعم يعطيك الف عافيه وفق ان شاء الله منها للاعلى. تشرفنا فيه جدا، سعيدين فيه جميلة. أشكركم. شكرا نورتينا. ننتقل معاكم متابعينا لفقرتنا الأسبوعية، هذه الفقرة الخاصة بالديكور وخبايا الديكور ولمسات مميزة دائما المرأة تضيفها في عالمها الخاص، مع زميلتنا أنسام الخلف. تابعوا التفاصيل. حالي كل شخص يقدر ينسق في الديكورات واختيار الألوان والأثاث، لكن أكيد مع وجود مصمم ديكور ممكن إنه يوفر علينا الوقت والجهد وأكيد المال. ضيفتنا اليوم مصممة ديكور تميزت بتصاميمها، انشهرت وايد بالسوشيال ميديا وقدرت توصل للعالمية. خلونا نشوف منو ضيفتنا بفقرة فيلفت إيفنت. رحب ضيفتنا مصممة الديكور نور بن عيداني. هلا مرحبا فيك استاذة. الله يحفظك ويسعدك، نورتينا في معرضنا وتلفزيون الكويت. نور نورك ما شاء الله. الديكورات انا اصلا من اول ما دخلت بهرتني الديكورات والالوان. على اي اساس تختارين الالوان والديكورات هذه الحلوه؟ يعني ما شاء الله وايد شرح. الله يحفظك ويسعدك. بالنسبه حق المعرض نختار الاقمشه والالوان والتصاميم حسب طلبات العملاء، يعني سنه عن سنه نكتسب شيء اكثر، يعني كثر ما نشوف طلب العميل نسوي أكثر على طلباته مع تصاميمنا، يعني نخلطهم مع بعض. حلو، شيء حلو إن تختارون الألوان حسب ما العميل اللي يحبها، يعني شنو ذوق، أو ممكن إن الزوايا اللي هم يحبون يصممون نفسها، يعني تحرصين إنك تسوين ديكورات نفسها. نعم الأكثر طلب. كونش ديزاينر شلون تعرفين شنو هو لون السنة؟ يعني هذا السؤال دائما يبالنا. لون السنة تطلقها شركة عالمية اسمها بانتون، هي اللي تطلق كل سنة في بداية السنة تقريبا شهر واحد واثنين تطلق إن هذا لون السنة، تطلقه حق الكل سواء حق اللي بمجالنا في التصميم الداخلي أو في مجال الأزياء في مجال تصنيع المنتجات، يدخل اللون في كل قطاعاته. يعني مثل لون يكون لون السنة، أنا أول مرة أعرف المعلومة هذه إن إحنا الأزياء اللي نلبسها ممكن تكون لون السنة هي نفسها بالديكورات والأثاث. نعم نعم، يعني 2019 كان اللون الكورال اللي هو اللون المرجاني، عبارة عن لون البرتقالي في مسحة ذهبي، فمثل ما تشوفين هنا عندنا احنا في المعرض مستخدمين هذا اللون لون 2019 وراح نغيره في 2020، وأيضا بالاكسسوارات تلاقينهم بالسوق تلاقينهم بالجناط لازم تلاقين. حبينا ب 2019 باللون هذا. صح. يعني هو الدارج بالأزياء هو نفسه الدارج بالديكور. ترى حتى بالميك اب يدخل. أكيد. أيه. أكيد أكيد شيء حلو. أكيد استاذة حق سنة 2020 مجهزة شيء جديد حق العملاء اللي خاصين فيك، كلمينا عن الأشياء اللي راح تكون موجودة ب 2020 إن شاء الله. 2020 متنبأت لها تنبؤ جدا جميل وحستها شيء سنة الخير إن شاء الله. وايد مشتغلة عليها من بداية 2019 وأنا قاعد أشتغل حق 2020، وإن شاء الله تنورونا وتشوفون الكولكشن الجديد اللي استخدمته في 2020، تنوع في الأقمشة وتنوع في الألوان، يعني حاولت كثر ما أقدر أني أرضي جميع الأذواق في 2020. أقمشة أستاذة دايما ربات البيوت تقولك أنا أبي قماش ما يتوسخ لونه قامج، فشون ذا كان اللون دارج يعني مو قامج؟ صحيح. شنو الحل؟ في بعض الأقمشة حق أقسام المعيشة واللي فيها استهلاك أكيد نسويها تتحمل على قولتهم، والحين في وايد أشياء تساعد طبقات تقدرين تحطينها حماية على الأقمشة تحافظ على نظافة المكان، بس بالنسبة حق الاستقبالات والأماكن الرسمية مو ضروري أنها تكون قابلة للغسل لأن الاستخدام يكون عليها خفيف. أكيد مو أكيد نفس خفيف. اليومي.
اكيد اكيد يعطيك العافيه استاذه نور، كل الشكر والتوفيق لك صراحه، استفدنا وايد من المعلومات معك. الله يسلمك. نشكر ضيفتنا مصممه الديكور نور بن عيدان، وتابعونا فقراتنا الجايه فيلفت ايفنت وكل ما هو جديد بعالم التصاميم. إذن مشاهدينا بكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، سعيدين وفخورين جدا بالمرأة الكويتية وبكل إنجازاتها. يعطيك العافية فاطمة. الله يعافيك أسماء، أنا الفقرة اللي طافت ما كان ودي أختمها بصراحة، استمتعت بالإكسسوارات وبالكهرب، لكن الوقت طار معاكم، دائما الوقت الحلو يمر بسرعة. بكذي نكون وصلنا معاكم للختام، يعطيك العافية أسماء. شكرا فاطمة، نقول لكم مع السلامة.